هذا الهدف الاساسي هو الترويج والتخصيص على المناسبه المتوسطيه في 2022، واليوم رمزيا انطلقت عدد تنازلي للبودره المتوسطه من 365 من بدايه حفل الافتتاح. لاحظوا ان الجمهور الجزائري والجمهور المهراني مهتم كثير بهذه الاستعراضات وهذه البطوله اللي قمنا بها اليوم تاع كره السله 3×3 اللي حتكون هنا هذه المنافسه في ساحه هذه سيدي محمد. هذا هو الاسف الاساسي، لانه نجاح الدوره هو حضور الجماهير وحضور المجتمع، كل المجتمع المدني خصوصا العائلات. كاين بلاطو سبورتيف وكاين بلاطو ارتستيك وكاين بلاطو نافال، دونك هذا كامل يندرج في اطار الترويج لالعاب البحر المتوسط. اليوم حبينا من خلال هذه التظاهره انه يكون يعني ابناء وهران تكون عندهم سانحه ان يبرزوا القدرات نتاعهم ويكون عندهم احتكاك مباشر مع المواطنين، باعتبار اليوم احنا في ساحه عموميه ولسنا في ملعب ولا في صاله. يعني البلاطو الثاني اللي هو يعني معني بكذلك يعني بعض الفرق اللي تم انشاؤها خصيصا لهذه الالعاب اللي هي لا كورنوموس، كذلك لا فانفار، لي ماجوريت، تروب تياترال اوسي، وكذلك تروب دو كوران. دونك هذا مكمل راح يكونوا دعامه دائما وابدا لكل الانشطه المبرمجه في هذا الشهر.